في البداية حابب أعرف الإدارة العامة للشؤون الطبية. الإدارة العامة للشؤون الطبية هي إحدى الإدارات العامة اللي تابعة لقطاع التعليم برئاسة الأستاذ الدكتور نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة. الإدارة العامة للشؤون الطبية تعتبر هي الكفيل الأول لطالب الجامعة المنوفية، بداية من الإجراءات الوقائية والإجراءات العلاجية، بالإضافة لما يسند إليها من أعمال إشراف طبي لأعضاء التدريس والعاملين بجامعة المنوفية. يمكن السنة دي كانت سنة طارئة شوية على الإدارة الطبية، وكان لها دور كبير بخصوص جائحة كورونا. في الخارج كان بيتضمن جزئيتين، في ناس معها تقدر هي تتحمل اقامتها، كانت في الغردقه كانت في الفنادق على حسابها، كثير منهم كان غير متحمل والدوله المصريه تحملت العالقين في الخارج دول. كان نصيبنا هنا في جامعه المنوفيه مجموعه من افواج للعالقين في الخارج، الصراحه بالتعاون مع المدن الجامعيه، الاداره العامه للمدن الجامعيه تحت اشراف الاستاذ الدكتور عادل مبارك طبعا، استضافنا عدد من الافواج، وكانت اشراف طبي للاداره العامه للشؤون الطبيه ابتداء من استقبال الناس دول ورعايتهم رعايه كامله طوال مده اقامتهم. بنتولى بقى في الطريق الحالات الايجابيه العزم، وفي نهايه الاقامه قامت الاداره الطبيه برضو بعمل تحاليل طبيه للجميع. مع في حالات مزمنه كتير، امراض مزمنه كتير، بتتكبد الجامعة كل المصاريف بتاعتها من أورام غير حميدة، من بعض الأمراض اللي هي المستعصية، تقريبا الجامعة مش تقريبا هي الجامعة شايلاهم بكامل تكلفاتهم. ميزانية السنة اللي فاتت على ما أذكر حوالي 10 مليون جنيه في علاج الأمراض المزمنة. ده بالإضافة لي عندنا كثير من الحالات الاحتياجات الخاصة اللي بتحتاج أطراف صناعية، بتحتاج كراسي كهربائية، بتحتاج سماعات طبية، الجامعة بتتكفل كامل بكل هذه الأجهزة للحالات دي. هي الخطة ماشية فعلا من شهر 7، فعلا الإدارة الطبية شايلة هذا الموضوع على عاتقها، الكشف الحراري عن بعد، فصل وعزل الحالات المخالطة والمشتبه بيها. الجامعة قدرت توفر أماكن للمخالطين و المشتبه في قصادتهم بحيث ما يبقوش مخالطين للطلبه اثناء الامتحانات. الكلام ده حصل طوال شهر 7 بتاع الامتحانات. خلصنا شهر 7 دخلنا في الكشف الطبي. الكشف الطبي الطلبه المستجدين بقى اللي هم بتوع الثانويه العامه اللي جايين يعملوا كشف طبي للسنه الجديده، حقق الاجراءات الاحترازيه بالتباعد والكواشف الحراريه ومتابعه كل هذه المواضيع. اولا وثانيا وثالثا ورابعا الكمامة الموسط. الكمامة ده حاجة أساسية، حاجة بتعزل، هتشيل كتير عنك وتشيل عن اللي جنبك. طبعا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، تطهير الأيدي بانتظام، تطهير بالكلور، تطهير بالكحوليات لو محتاجة، غسل الإيدين بانتظام. الجامعة وفرت فعلا، عملت تقريبا الرشاشات دي بقت على مستوى كل الكليات والإدارات. الكلام ده كل الكليات متوفر فيها. في بعض الكليات بتبقى عندها بعض المؤتمرات او بعض الظروف انها عندها مؤتمر، عندها بتستعين بالاداره الطبيه، تعالى معانا ابعت لي كواشف من عندك. الجامعه وفرت كواشف على مستوى الجامعه كلها.